تلاميذ سنة رابعة متوسط، السلام عليكم. هذا فرض تمرين مأخوذ من اختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات متعلق بنظرية طاليس. التمرين ماذا يقول؟ مدة 15 دقيقة. الشكل المقابل غير مرسوم بالأبعاد الحقيقية، حيث AB يساوي 5 سنتيمتر، BC 13 سنتيمتر، CM 2.4 سنتيمتر، CN 2.6 سنتيمتر، AC 12 سنتيمتر. السؤال الأول: بين أن المستقيمان AB و MN متوازيان. ثانيا: بين أن الزاوية CAB تساوي 90 درجة. ثالثا: احسب الطول MN. نكتب الأطوال: لدينا AB 5 سنتيمتر موجودة، BC 13 سنتيمتر، CM 2.4 سنتيمتر، لدينا هذا الطول وهذا الطول وهذا الطول. CN 2.6 سنتيمتر، AC 12 سنتيمتر، المطلوب بين أن المستقيمان MN، والمستقيم AB متوازيان. لما يطلب منا تبيان أن المستقيمان متوازيان ولدينا الرسم من هذا الشكل، نستعمل الخاصية العكسية لفيثاغورس. لكن الخاصية العكسية لديها ثلاث شروط. الشرط الأول هو أن يكون المستقيمان NB و MA متقاطعان في النقطة C. نكتب بما أن، الشرط الأول بما أن المستقيمان NB و MA متقاطعان في النقطة C. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: يجب أن يكون النقاط NCB بنفس الترتيب مع MCA. مستقيمان متوازيان، نبدأ من هنا MCA. نكتب النقاط بما أن كذلك، النقاط NCB والنقاط MCA بنفس الترتيب الشرط الثاني. هذا الجواب على السؤال الأول. الشرط الثالث وهو المهم: يجب أن تكون النسبة، هذا متوازيان، نأخذ هذا الشكل الأول، هذا المثلث الأول، يجب أن تكون النسبة CM على CA، تساوي CN على CB. دونك يجب أن نحسب قيمة CM على CA ونجدها، ثم نحسب قيمة CN على CB نجدها، ويجب أن تكون نفس القيمة. نحسب CM على CA، CM على CA وتساوي 2.4 على 12 وتساوي 0.2. نحسب كذلك CN على CB، وتساوي 2.6 CN على 13 وتساوي 0.2. ونقول بما أن نسبة CM على CA تساوي CN على CB، لدينا ثلاث شروط متحققة: الشرط الأول، الشرط الثاني، والشرط الثالث. يمكن أن نقول أن حسب نظرية العكسية لطاليس، حسب نظرية العكسية، فإن المستقيمان
AB و MN متوازيان، وهكذا نكون قد أجبنا على السؤال الأول. سؤال ثاني، بين أن الزاوية CAB تساوي 90 درجة. الزاوية CAB هي CAB، كي نبين أن الزاوية CAB تساوي 90 درجة يكفي أن نبين أن المثلث CAB مثلث قائم في A. نبين أن المثلث CAB قائم في A. ماذا نستعمل؟ نستعمل الخاصية العكسية لفيثاغورس. ماذا تقول الخاصية العكسية؟ إذا وجدنا أن مربع الوتر يساوي مجموع مربع الضلع المقابل مع الضلع المجاور، نقول أن المثلث قائم. نحسب سي بي أس 2، سي بي أس 2 تساوي 13 أس 2 وتساوي 169. نحسب AB أس 2 زائد سي بي أس AB أس 2 زائد AC أس 2 زائد AC أس 2 وتساوي 5 أس 2 زائد 12 أس 2 وتساوي 9 زائد 144 وتساوي 169. ونكتب بما أن CB أس 2 تساوي مجموع AB أس 2 و AC أس 2 حسب النظرية العكسية لفيثاغورس، فإن مثلث CAB قائم في A، ومنه الزاوية CAB تساوي 90 درجة. وهكذا نكون قد جاوبنا على السؤال الثاني. سؤال ثالث، احسب طول القطعة MN. طول القطعة MN، كذلك هنا نستعمل نظرية طاليس. ماذا يجب أن يتوفر؟ كذلك الشروط. الشرط الأول، بما أن المستقيمان نفس الشيء، المستقيمان NB و MA، NB و MA متقاطعان في النقطة C. الشرط الثاني، بما أن قد برهنا أن MN يوازي AB، بما أن MN يوازي AB، الشرط الثاني، فإن حسب نظرية طاليس لدينا نسب متساوية CM على CA تساوي CN على CB وتساوي دائما في هذا المثلث NM على AB، NM على AB. المطلوب هو حساب القطعة NM أو MN، نفس الشيء. نعود، CM على CA تساوي 2.4 على 12، CN على CB تساوي 2.6 على 13 وتساوي NM على AB وتساوي NM. AB لدينا 5 سنتيمتر على 5 سنتيمتر. نكتب، نأخذ هذه 2.6 على 13 تساوي NM على 5، ومنه NM يساوي 5 ضرب 2.6 قسمة 13.
وتساوي، فعلى الحساب تجدها 1. دونك طول القطعة ان ام او ام ان تساوي 1 سنتيمتر. وهكذا نكون قد أجبنا على السؤال الثالث لهذا التمرين. ننصحكم أن تعودوا تحلوه مرة ثانية، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.